صباح الخير. كيف سينا؟ كيف شخباك اخويا؟ لاباس عليك. مرحبا. زينيتي ما شاء الله. تبارك الله عليكم. الله يحفظك اخويا. الاكيب ولا الناس اللي كيسمعونا. الله يحفظك اخويا. صباح الخير. انت شابت لك الحياه. الزمان. لا سبحان الله شابت غير المنطقة هذه لاحظتي الماكلة بزاف. الزمان. والله هايلة. الزمان معلوم الزمان اخويا. مرحبا حبيبي الشوقي. جوج اغاني راه قبلهم اليوم الاولى اللي هي سينتي. ومع عمر انساها انساها يلا انساها ما تقدرش معاها وما تقربش مع حداها يلا يلا انساها ما تقربش مع حداها شنهار. والاغنيه اللي حيحات اكثر هي انسى. خرجتهم انت بجوج قررت انه تخرجهم بجوج دقه واحده جوج اغاني هذه تقريبا 15 يوم واحد الاربع ياك خرجتهم بجوج دقه واحده لي دو كليب في نفس الدقه في نفس النهار في نفس الساعه قررتي علاش قررتي تخرج جوج اغاني بدقه واحده حيت انت قلتيها لي يعني كل سهولة بكل صراحة وشفافية بكل لا اللي وقع انا هو تلاقيت انا وياك هذه تقريبا شي شهرين قبل كاع سبتمبر تلاقينا انا وياك سمعتني اغاني عندك اغاني بزاف اللي مسجلهم انت اللي مصوبهم اللي مقادهم اللي كاين في الاستوديو قلتي لي المهم دابا خصني نخرج شي حاجة صحيحة ديال المعقول حيت القهوة بردات انا عاود لك المثل القهوه عرفتي علاش بردات واحد السيد المهم ربي عطاه واحد الودنين كبار فهمتيني وجالس واحد النهار في حلقه اكسيتي بزاف فهمتيني كيعاود لصحابه ولا الاكسبيرينس ديالو في الحياه وكيحرك راسه بواحد الطريقه بسرعه واحد الطبله حداه جالس واحد السيد عرفتي ديك هيدا وجهه جاف كاع دار عنده قال عافاك اخويا وقف راسك شويه راك بردتي لي القهوه ودنو تحركوا بزاف دار له الكليماتيزاسيون في القهوه ايه هضرنا وياك وتكلمنا وناقشنا الموضوع هذا لانه هو القهوه ماشي احسن اغنيه صوبتي نتايا ما كاينش احسن واسوء كاين المهم الاغنيه الصوبتي هي الاغنيه اللي ماشي زعما ما صدقاتش بزاف المهم انا كتوقع هذه الحياه هي هذه وقلنا قلت لك انه احسن حاجه تقدر دير وانا تخرج جوج اغاني دقه واحده الكليب كانوا واجدين الاغنيه مع الاولى مع سيا مي فيدا سينتي اسكومو تو فيدا سيلمي اكرام كيسي كوابي شكون هي هاد السي هادي شكون هاد البنت هادي اللي كتغني بابيتو مي اما تي هادي كانت تشهرت بزاف في اوروبا الشرقيه وكانوا اتصلوا بيا اتصل بيا البرودوسر ديالها وقال لي بان هي باغا تدخل الوطن العربي واختاروا لي اساسا اني نعمل فيتشر معاها باش توصل الماكسيم والثانيه يلا يلا انساها مع واحد الوليد راه الوليد صغير زوين سميتو عمر لبناني هو هو الوليد ديالو لبناني ولكن عاش حياته كلها في رومانيا وكنت لقيته في كان عندي واحد بري كناخذو في المانيا اجي واحد الصوت كيوصل بواحد الطريقه معطله ما عرفتش علاش واش الكاسك قديم ولا قال لنا واحد السيد كان جالس ديك النهار حيدو ولا بغيتي تحيدو حيدو انت ما ملفينش انا مجهد بزاف احنا دايرين كتسطير الودنين دي عباد الله كلشي كاع كلشي خدمناه كاع البوليش عليه كامل كلشي سمعتي بلاصه في اي حاجه في الموسيقى في شي بلاصه اخرى كتجي لك ناقصه خصك حتى تجي نيت راديو قلت لك سيدي مشيت لالمانيا وخديت الدف باما اييه وتلاقيت تماك عمر جا عندي تصور معايا وعرفني على البرودوسر ديالو قال لي ماك راه تيجي سمعت تسونامي تماك عجبته بزاف شنو برنامج دار هو عمر؟ نيكستار نيكستار فين؟ في رومانيا في رومانيا هو اللي ربحوه هو اللي ربحوه واعر واعر الدري وكيغني مزيان وكيعزف الالات بزاف عرفتي ميوزيشن خطير وصوته واعر بزاف واعر كيغني مزيان واحد الثقه في شحال من عام هو؟ عنده دابا المهم كان شحال هادي صغير دابا كبر تبارك الله 17 عام وعنده واحد الثقه لا الوالد ديالو زرع فيه داك الشيء هي كلشي من التربيه فهمتيني انك بحال فاكسان كتحميك سي سبيسيال تشوف شي واحد قيوق فهمتي ضعيف وداك الشيء باقي صغير ولكن الثقه فهمتي ومثل ما كليب مزيان بزاف الكليب صوبو مزيان الكليب غنى مزيان لا هو شنو نقول لك واحد الحاجه انا حين طلعت على اساس انني نعمل غير الاغنيه مع سيا
ومن بعد جاء على اساس انا نعمل لك اغنيه سنتي بثلاثه بينا. من بعد عندي با خلي عافاك شي اغنيه بوحدو صافي زعما ثلاثه بيكون في وسط الاغنيه ما ياخذش حقه. قلت له اوكي بيرفكت. شفت فيه راسي كنت باقي صغير. قلت له اجي نعمل اغنيه اخرى ماشي مشكله. الاستوديو كاين كاميرات كاينين الكلمات كاينين موجودين ويلا يلا انساها يلا يلا انساها وما تهضرش معاها وما تقربش مع حداها شي نهار يلا يلا انساها وما تهضرش معاها وما تقربش. الكليبات مصورين بجوج مصورين في رومانيا. وي انا قلت لك هذه الاغنيه سبحان الله. شوف المكتب مشينا ربع ساعه ربع ساعه باش تصور. جا عرض علي شي 20 اغنيه اخترنا هذه. اتصل بسامر المجاري في ديك الساعه كتب لي كلمات صيفط لي غنينا حاول تحفظوا الدارجه ماكسيموم نطق مزيان مزيان وتا تا صياغه الناس بالدارجه. شوف حنا كننشروا الثقافه ديالنا مزيان اخويا المسؤوليه على العاتق ديالنا عافاك اخويا عرفت ديك التغليظ بحال اللي كدير انت واخا مزيان اخويا. باش نفرقوا الرمانه دابا باش ما بقاش حيت يا وقف لك هنا ماشي انايا هما كتشوف داك الناس اللي ما دايرين هنايا داك يسمعوا يا الله يا دايرين هنايا دابا كلشي كيقول كيقول واش غادي نهضر لك على داك الموضوع ولا ما نهضرش الموضوع واش نتكلم معاك في هذا الموضوع ياك ياك سي صاحبي هاي قبيله هي انت عارفه كتشوف ديك الشوبه واش انا غنهضر معاك على الموضوع اللي دار بوم ديال هذا الخرا مؤخرا ديال ديك البنت اللي خرجت عليك فيديوهات تصاور كونفرساسيون الهضره المسائل واش لا غنهضر معاك حيت احمد الشوقي صاحبي وكيما غير صاحبي كاين الخدمه وخدمتي انا باش ندير خدمتي مزيان خاصني نتكلم لك على حاجه اللي وقع لك هاد الليمات واللي وقعت لك مؤخرا الا ما كنتش غادي خدمتي مزيان ما غادرش عليها ياك متفقين. شوف اخي مومو ياك حنا في دوله ديمقراطيه عندك الحق تسول وانا عندي الحق ما نجاوبش عادي لا غتجاوبني غنجاوبك انا كنجاوبك شكون هي هذيك ما وراش حقو شنو وقع هذه تقريبا في نفس الوقيته ديال الخروج الاغنيه خرج الاغاني بجوج ويكاند اللي قبل خرجت ان سيت انترنيت خرجت فضيحه احمد شوقي ولو تيتغ شويه معيق بزاف كيخلع عصابه ومع تشروينه وشي حاله. المهم شنو اللي كان واحد الاوديو ديالك انت كتكلم مع واحد البنت كتهضر معاها كتقولها في الاوديو كتقول لها انا عندي مشاكل في الدار وجيتي كملتي عليا ودوك التصاور كانوا ديالك وهذا الشيء ودابا غادي نجي للدار وواحد الوقيته كتهضر معاها بشويه كتقول لها رجي للدار هانت سنيني هاني جاي دابا هاني جاي دابا غنشوفك ندوز الويكاند مجموع اوديو فيها هادشي كامل. من بعد خرجتي الاغاني ديالك يعني انت واخا وقع البوز واخا وقع هادشي واخا وقع هاد المشكل اللي وقع انت ما قررتيش تحبس الخروج للموسيقى حيت كنتي معول. علاش غنحبس؟ اشوف نقول لك حاجه هاد لي بوليميكس اللي كيوقعوا في الحياه الارتيست هادو مرتبطين بالخدمه ديالنا عادي ماشي يعني ما خصوش زعما شي حاجه تاثر عليه في الحياه لان هادو عادي حوايج كيوقعوا اللي مرتبطين لان احنا ماشي عايشين بوحدتنا في الكره الارضيه. سو كاين الناس اللي كيكونوا كيبغيوك بزاف كاين الناس كيبغيوك اكثر من القياس ومن الحب ما قتل فانهم كيرجع ديك شي عدائي شويه عندهم واخا بلا ما تقصي اسئله القضائيه فهمتي ديك راسي ديك خلينا غنكمل على خاطرنا قول لي سو عادي ان هادشي هذا يوقع في الحياه ديالنا في الكارير ديالنا وخصنا حتى حنا يكون عندنا دائما نعاود نقول لك الفاكسان لان داز عليا بزاف الحاجات في حياتي الحايده سو ما كنعطي لهمش شي قيمه بزاف لان في الاول والاخر ما محتاجش ان نبرر للناس مسائل الشخصية ديالي والحياة ديالي الشخصية ماشي غنبقى نقول لكل واحد لأن كما قلت غتأول غتفهم طريقة بالطرق داكشي ما درتيش أنت كاع ما قلتي والو لأن بالنسبة لي شي حاجة تافهة جدا على أنني نتناولها ولا نعطي لها قيمة فهمتيني سو خليتها عادية لأن إذا جا شي واحد وصلت من النضج والتصالح مع الذات لأنني أي واحد جا باش يضربني بموس كنعطي له وردة كنقول الله يسامح واخا صافي دابا تا لافير فين وصلت؟ لافير ما بالنسبة لي ما بداتش باش توصل فهمتيني عرفتي ديك بيس عرفتي بحال ما شفت والو فهمتني كان شويه تاثر على العائله ديالي وداك الشيء ولكن هما متيقنين من التربيه ديال ولدهم سو كان عادي انهم بالعكس كانوا كيدعموني كيقولوا لي شني باش كيفاش نقدروا ندعموك اكثر معلومه قلت لهم شوفوا انا بالعكس انا عادي بالنسبه لي لان كل نهار كتخرج فضيحات كذا وهذا دليل على ان الحمد لله عندنا يعني الناس مهتمين بنا في البلاد وميم طون ما غنبقاش انا كل مره كنهضر انا كنخرج اغاني كنعطي البوزيتيف للناس كنحاول ما امكن ان نعطي لهم شي حاجه احسن حاجه يديرها مغنيه مغني الانسان والشخص اللي معني بالامر في هادشي كامل لان القضيه فيها فيها واقيلا خيانه فيها واقيلا شي حاجه فيها هادشي الانسان والشخص اللي عنده زعما علاقه بهادشي هي مراتك اكزاكتو عائلتك
عامة ولكن خاصة مراتك هي اللي عندها هي اللي خاصة تحكم. نقول لكم حاجة أقسم بالله العلي العظيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحسن مرحلة النضج في العلاقة الحب اللي بيني وبين مراتي كانت في الفترة هذه. عرفتي كتوقع شي حاجة في الحياة كتحس بأن الآخر كيكون بصح واقف معك بصح ومتشبت. عرفتي اللي مهم في الأمر هو أن يحافظ على الدواخل ديالك والمشاعر ديالك يقول لك شوف أنا معك أنا الظهر ديالك أنا الحماية ديالك. عادي هادشي هذا يوقع فهمتني؟ قلت لك أنا ما غنبقاش نبرر خصوصا أنا وأنت يا حيت وقعت الفنانين اخرين ولكن ما كناش تعرفوا مراتهم شكون هي. انت اللي سبيسيال عندك انت احمد شوقي هو انه مرات كان فواش شكون هي معاود عليها القصه لانه تعاونت معك كيفاش بديتي لا كارير بنتي معها في التغريده. عرفتي علاش؟ هادشي بحال اللي كانسبيري الناس بحال حاجه اللي كتعطي لهم الحلم كتقول لهم شوفوا راه ديك النصف الاخر في الحياه ديالك راه هو يقدر يكون حمل الناس كتخوف بانه هو ستار وداك الشيء ما تجوزش راه كنسافر بزاف مي النصف الاخر يقدر يعاونك بزاف انك توصل واخا بدا مع الفضائح وهاد لي زارتيكل وهذا قال وهذا دار وهذا فلان والاوديو والفيديو اللي خرجت تاهي عاوتاني مؤخرا. انا نقول حاجه الله يرحم والدين عافاك شوف المفروض ان زعما استسمح بزاف الاعلاميين الله يسامح لهم هو ان كي بقوه السرعه ان خصهم ينجحوا كيبقاو يخلقوا فضائح ولي بوز باش يقدروا الدغيا عرفتي خصو يوصل بسرعه لان كاين الماركت فيه بزاف الناس. سو كنقول لهم شوفوا حنا دي زارتيست وانتم اعلاميين وجهان لعمله واحده فاجي نشدوا في بعضيتنا باش على الاقل مزيانه هذه راه خينا احمد شوقي كيقول في الاوديو كيقول انا اليوم جاي بالليل مع هذيك خميس وانت عارف راه هذه راه شنو هو بحال قلتي شي طاجين شوف واش عارف اللي كنقولها شي كسعه ديال الكسكسو للصحابي راه شنو واقع. المهم انا بغيت نهضر مع الانسان بغيت نهضر مع الشخص المعني في هذه لافير هذه اللي هي مراتك اللي هي هدى. صباح الخير هدى. مرحبا هدى حبيبه. صباح الخير عليكم. صباح الخير مو صباح النور. واش اخبارك؟ سمحوا لي على الصوت حتى شويه مروحه. كنا مروحين قلنا بحبها كنا مروحين انتم لاباس بخير بخير. انت هضر معها سول على هذا لافير دابا مباشره في الشو هضر معها احمد شوقي. حبيبه كيف تيمس؟ صباح الخير. صباح الخير. كيف الوليدات؟ الحمد لله لاباس. كيف شربتي الدواء ديالك؟ عييت ما شربت الدواء مابقاش يعمل نتيجه دابا صافي. عارفه الحاجه لك بزاف. اي انا عارفه كان حماق عليك وزدت حماقت عليك ودابا مو عرفتي فيه ديك عرفتي دابا يقولوا كنمثلوا بحال اللي داكشي كنعملوا بالعاني ولا وما عارفينش اللي بيناتنا يعني اكبر بكثير من هذا الشيء اللي واقع اصلا. بالضبط كتجمعنا شي حوايج اللي انسانيه اكثر بكثير من انها علاقه بزاف لان يعني عند بصح لان يعني اللي كنمروا به في الفتره هذه يعني زاد خلانا نتمسكوا بعضيتنا اكثر فهمتي كيفاش؟ مع متعلم انا مع يعني هذا الشيء اللي كيوقع راه انت كتعرف فنان متعرض ليه له وانا من نهار الاول يعني الراجل اللي دخل لهذا الميدان هذا وانا كنقول يعني متوقع شي حاجه يعني توقع له بحال هيدا يتعرض لي لا كاين بزاف الحاجات وهو بحكم انسان يعني طيب بزاف وعلى نياته اللي ما كيعرفوش الناس اللي فانس كاملين يعني هو على نياته بزاف مع الناس حتى كيوقعوا له مشاكل اللي هو عن غير عنها فهمتي يعني هذه يعني اصلا يعمل باله منا مره اخرى يعمل اتونسيو مع الناس كاملين ماشي كلشي بحال يعني حنا ما نهضروش في التفاصيل كامله ديال هاد السيده هذه ما نعطيهاش اكثر من حقها لان ما كت يعني ما كتعني لي حتى شي حاجه في حياتي انا يعني الجواب ديالها والرد على هادشي هذا هو الحب الدراج ديالي ليلي انا كيفاش عايشه انا معاه يعني داكشي اللي كنعرفو انا بالضبط يعني لو كنت بصح تاديت ما كنتش غنكمل وبحال اللي كيقولوا بزاف الناس حتى الشهره حتى بزاف الحاجات ما يمكنش يتسمح فيه لا كنقول لهم بالعكس لان انا النهار اللي عرفته ما كانش مشهور ما كانش في هذا الشيء هذا وقفت معاه من البدايه على والو ما كان عنده حتى شي حاجه وقفنا مع بعضيتنا وبدينا حتى ربي جاب يعني وصل لهذا الشيء هذا كامل ما يجيش دابا نقول انا لا ما يمكنش فهمتي لان العلاقه ما بين المراه والراجل راه ما كيعرفها حتى شي واحد من غيرهم هما فهمتي. واخا هادشي اللي كاين هادشي هدى كيوقع في الحياه ماشي تصفيقات على المراه ديالي والله الا هضرت واحد الحق على قلب عامر هادشي ما كانش في خباري. هدى هادشي كيوقع في الازواج كيوقع هادشي لان المراه كتحصل راجلها وكتبغي تستر دارها وتستر وليداتها
وكتطلع وهذا هذا تعامل ذكي فهمتي. لا لا دابا كتبقى تقول شي الحوايج هما بعادين على الحقيقه كيفاش انا ما يمكنش احنا بعادين على هذا كيوقع كيوقع ولكن انا راجلي عندي ثقه فيه. انا ماشي انا بصح كنقول لك انا راجلي عندي ثقه فيه كبيره. هادشي هذا ما كيعني لي حتى شي حاجه اللي وقع، بالعكس انا زدت بغيته اكثر وهو يعني هادشي اللي كيعملوا معايا ولا اللي كيبغيني هذا عندي انا كفايه بالنسبه لي انا فهمتي. ما كنطلبش انا شي حاجه اكثر ولا نبين شي حاجه للناس اكثر. حنايا اللي كنتينا مومو كنهضروا في هادشي هذا حيت عندنا عزيز الله يحفظك. اما ما عطينا حتى شي واحد يعني فرصه انه يهضر، وكان بامكاني نجاوب على بزاف الناس الصحافه وطاطا وكبر المشكل ورجع واحد المشكله كبيره، ولكن ما عطيتوش هاد الاهميه هذه كامله فهمتيني. الله يكمل لكم بالخير. امين. حقت شي مره صاحبي كيفاش شتي على امراه ما شاء الله. وانا كنقول له من هنايا يعني انا كنبغيك بزاف 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 يعني اكثر من اي وقت كاز، يعني كل مره كنزيدو نبغيو بعضياتنا اكثر، كل مره كنزيدو نتمسكو بعضياتنا اكثر فهمتيني. الحمد لله وانا معاه الى اخر العمر. الله 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 الله. وتبصح راه قصه حب، انا عندي في البروفيل ديالي قصه حب لن تنتهي. وتبصح راه يعني انا نهار اللي كتبتها راه بصح كنعنيها ستدرس ان شاء الله بحال عادله. ماشي ماشي اي يعني شي حاجه هايده تجي عتنهي هذه العلاقه هذه راه صعب بزاف. ما عرفتش شنو اللي بيناتنا حنايا فهمتي. الله يكون بالخير. شكرا بزاف شكرا بزاف. شكرا لكم شكرا لكم. الله يحفظكم. العيال وغطيهم مزيان وتاتينا تغطى مزيان. راه في المدرسه العيال ولدي واحد في المدرسه واحد في كبير في المدرسه ما يكون باش. تبارك الله شكرا بزاف. تبارك الله عليك. شكرا لكم وكنسلم على كل شيء على عائلة ديالي وعلى عائلة راجلي كاملين بهم. مزيان اخويا. الله يحفظك. شكرا ودا صفيقات الاولى مرات احمد الشوقي. غزاله غزاله. ما كتعمل بعد بحال الوجهات باينه غزاله غزاله وافتخر. هذا دليل على اختيارات ديالي النقيه بحال عرفتي. لان شوف اول حاجه الزوجه ديالك رزق من الله فهمتيني، ماشي كيسيون غير الحب ولا راك. جمعتنا تقريبا 17 عام ديال العشره وكانت مبنيه على مواقف بزاف. عشان 17 سنه راه عمر الانسان سو شفنا بزاف المواقف وقعتنا بزاف الزلازل في الحياه ديالنا والعواصف، ولكن حمينا راسنا كل مره كان اخر كيدافع على الاخر. دوزتو تماره ودوزتو في الغربه كانت معاك في الغربه كانت معاك. مشات موراي هي جات موراي لاسبانيا وسمحات في العائله ديالهم وجات لعندي وتزوجت بها في ديك الساعه. قلت واو هذا شي حاجه ما شي حاجه ما كتوقعش جوج المرات في الحياه. ايوا خويا دير مجهدك باش ما نبقاش عاود نسمعوا هادشي اللي تسمع. لا لا شوف بالعكس انا شوف انا قلت لك اي حاجه كتوقع في الدنيا ربي عملها لسبب معين. يمكن كانت واحد الفتره العاديه الحب علاقه عاديه بين الرجل ومراته هذه عرفتي نيضت واحد عرفتي شي حاجه في القلب الداخل ورجعت نشوفها. حيت حيت علاش؟ حيت منطقيا مرة واحدة اخرى تقدر تخليك وتمشي. الاغلبيه غادي يكون شي فيك دقه. لا لا ولكن اسمح لي مومو كتبقى تقول هذه الهضره على اساس ان كاين شي حاجه وقعت بصح. انا ما غندخلش في هذه التفاصيل لان الحقيقه لا الحقيقه من بعد غتبان. وربي شوف انا مآمن بالعداله الالهيه وكاين شي حوايج اللي انا مسامح الناس. انا قلت لك مسامح الناس اللي فيك ظنوا السوء وحاولوا يكريو بوز مور هذا الشيء. هذا انت كنقول لك هذا الشيء كنقول لك احمد ما يسامح كنقول لك شوقي كنقول لك زعما تجنب كاع زعما كاع الحاجه اللي تقدر تقولها ولا تقدر ديرها وغادي يتقدر شي نهار الناس يقولوها كيف ما بغاو باش تسمى انت ما مزيانش ولا خنتي ولا درتي ولا فضيحه بلاش. هادشي كنقول لك انايا انا ما بغيتش ندخل معك في التفاصيل. المشكله هي ان شوف نقدر نكون كنهضر معك عادي في الاوديو والدليل على هذا وانا ما كناخذش احتياطات ديالي من مومو صاحبي. انا كتجمعنا حنا علاقه ما فيهاش ماشي انا وياك عندنا شي علاقه سريه كنبيعوا دروكس ولا شي حنا علاقه ديال واحد الصديق مع صديق ديالو كنخدموا في مجال واحد. سو انا اذا درت معك واحد النهار في التليفون وغنصيفط لك شي اوديو ولا شي حاجه ما كنعنيش نهائيا باننا عندنا شي علاقه مشبوهه ولا علاقه مزيانه فهمتيني. حنا ساعات كنقدروا نعطيو له واحد الصبغه معينه. سو هادشي اللي كنقول لك ما غندخلش فيه لان الفيلم بعد غيعرفوه الناس كاملين بطريقه اللي هي صح ومعوطه. انا ما كنزربش. انا ما عمري كنسخط قرارات في ساعه الفرح ولا في ساعه العصر. انت مشيتي عند المحاميين شفتي المسائل ديالك شفتي الامور ديالك عارف ما ندخلش في هادشي هذا لان ما كيعجبنيش نستفز الناس اخرين. كل واحد كيجي وقته فهمتني. واخا سي الله يكون بالخير. واش تشوف هاد لافير هادي انساها يلا انساها كما الاغنية هادي ديالي يا صاحبي اللي بغاها هي اللي بغاها قلبي يلا سير بعاد وسير بي من حداها ومنين جاتك ديالك مالك شاريها بمالك. اخر ما شريتي بمالك؟ انا نعم اخر ما سقسي المرأة والله هي اللي عندها الفلوس كاملين. انا كنمشي غير هيدا والله الدراري كيخلصوا عليا يا
يلا غير سير في حالك ونساها، يلا يلا انساها وما تهضرش معاها. شكون اللي شحال ما هضرتي معاه؟ شكون شحال هادي تهضري معاه؟ تهضري معاه ماما صراحه الله شحال ما هضرت معاها هادي تقريبا شي 3 ايام توحشت بزاف. انا بالنسبه لي 3 ايام راه طولت فهمتيني. ماما كنحماق عليك ودي معايا، راه محتاج الدعاء ديالك بزاف ان شاء الله في هذه الفتره هذه باش نحقق نجاحات اكبر. سواء كتكون مولف تهضر مع الام ديالك كل نهار، نهار واحد كتزقلو كتجي بحال شحال ما هضرتي معاها. طهر من الزمن وما تقربش حداها شي نهار، يلا يلا انساها وما تهضرش معاها وما تقربش حداها شي نهار. واش انت يا قدي، واش انت يا قدي باش تلعبها ضدي؟ راك صغير يا ولدي. انت مضاد مع شي واحد؟ نهائيا. انا وصلت لواحد المستوى من البودي انني تسامحت مع البشر كاملين، كنقول لهم عرفتي الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. الحق عندي شويه الناس اللي كيضدوني بالحق، الحمد لله هذا يزيدني قوه على قوه. واخا راك صغير يا ولدي. شتي حاجه تعلمتها في الصغر عقلها مزيان في صغرك؟ تعلمت انني نكون راجل بصح ما نخونش صحابي. حيت في الصغر ديالك انت كنتي كنتي كتبيع وتشري، كنتي صنادق في مارشي كل شيء في الصغر ديالي. لا في صنادق مارشي تنطلعت اسبانيا، مي في الصغر كنت كنمشي خي كان فاتح واحد بلاصه صغيره كيبيع الحوايج مثلا ديك السوفيت مات والحاجات. وكنت كنبقى واقف حدا حين كنشوف شي كلين هيدا مزيان اللي مريش هيدا في حالك اخي مامو، كنمشي كنبقى نهز معاهم ميكات هذا كيدبر عليك 5 دراهم 10 دراهم. سو كتحس لان الوالده ديالي هي اللي ربتنا على هذه القيم هذه، اننا الحوايج اللي ماشي في الملك ديالنا نحن في غنى عنها. جيب رزقك بيدك راك غتكون دائما انك كتكسب شي حاجه اللي من عراقك. سو وتكون حلال زوينه هذيك الاحساس زوين، ماشي ديك السرعه دغيا خصنا نشفروا هذا ونغمقوا هذا باش نشري انا الطوموبيله. اش من قيمه غتبقى عندها اذا كنت اصلا مسروقه؟ هذيك تكون خبيزه زوينه وبسيطه تحس بالقيمه ديالها اكثر. هذيك التربيه اخويا، تربيه شي اخويا شي اللي كاين والله يسهل الامور جميع. سيريا سيريا بابا هذه ديال سيريا بابا سير هي هذه كلها سيريا بابا تحيه لسامي المجاري هو مبدع. سيريا بابا واخا تشوفني صغير انا في الحب هذه كما ديال عمر هذو اللي غنوا عمر، انا في الحب كبير وبقلبها غنطير من دابا. يلا يلا انساها وما تهضرش معاها وما تقربش حداها شي نهار، يلا يلا انساها وما تقربش حداها، يلا يلا انساها وما تهضرش معاها وما تقربش معاها. كيف كان يهضروا معاك اخويا؟ وي الدراري ديالنا الدراري ديالكم الدراري ديال بغا يهضروا معاك بغا يتكلموا معاك بيان سور. شويه يهضر معاه دوزوك بعد الناس بغا يتكلموا معاك اخويا، الناس بغا يهضروا معاك. مرحبا. هذا الكليب ديال الاخراج ماشي مغاربه ياك؟ لا رومانيين. رومانيين كلهم تخيل. برافو شكرا. عندك انت عندك شي علاقه مع رومانيا وطيده؟ لا بلا هذه اول مره والله. اه مي كانت الاغنيه ديالي يا حبيبي اي لاف يو نمبر 1 تماك في اوروبا الشرقيه كامله الحمد لله. اه وعندي فانس بزاف تماك كيعجبهم الاغاني ديالي، وحين مشيت تماك جبرت بزاف الفانس تلاقاو معايا تماك. وانا نقول لك اكبر باج عندي في انستغرام اللي واحد الفان ديالي من البانيا. أيه؟ من البانيا 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 اه سو الباني هو اللي شد اكبر صفحه ديال 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 انستغرام ديالي. فهذا شي حاجه زوينه ان يكونوا غريبه هاد القضيه يكون عندك فان في البلاد اللي انت ما متوقعش. البانيا انهم يكونوا كيبيعوا فيها القرطاس وكاين الحب تما. ما كاينش القرطاس. هو لان التحت بيدي كان كيخبع تما القرطاس فهمتيني، هادشي اللي شفت واحد الفيلم ديك عرفتي ديك خويا ما كاينش القرطاس اخويا كاين ذا وور اوف دوغز ولا شي حاجه شفتيها ياك؟ شفتو هذاك الفيلم هذاك كنضحكوا اسيدي مالك كتخ الساعه اللي كنبغيو نضحكوا كتقلب عليها هكذا واش انت ضدي؟ لا انت يا ضدي ضدي دوزو الناس يتكلموا معايا يهضروا معايا مع احمد السوقي. انت شنو الاغنيه شنو اللي عجبتك اكثر هادي؟ يلا يلا انساها ولا هادي؟ كل واحد له ستايل فهمتني، انا عاجبني بجوج. ما كنت متوقع بان يلا يلا انساها هضرنا ديجا على هذه القضيه هذه انها غتوصل دغيا لان كاين دي ريفيرونس عند في الوطن العربي عليها يعني سهله طن طن اخرى شويه كلاسي فيها موسيقى هذيك سو خصها شويه الوقت اكثر باش توصل عند الناس. هذه غتكون عندها شويه استمراريه اكثر من يلا يلا انساها مدة اكثر. سي بون أنايس انت انساها ولا سينتي؟ انا عجبتني سينتي ولكن اللي بقات لاصقه ليا في راسي لو غوفران ديالها هي انساها سي بلو فاسيل ابخوندغ. اميا انساها انساها
هاتيم تاعنا يلا يلا حلوه فريش فيها بوزيتيف انرجي وين تاع الاخرى فيها واحد الحلاوه وسهله يلا يلا انساها وما تهضرش معاها وما تقربش معاها دا اشيرها ليكيب يهضروا معاك السونير انسان نديروا دابا شويه غنديروا غنديروا فيغسو لايف الصباح غنديروا فيغسو اظني ما وصلناش ما وصلناش الاسترو ما كاين مشكل والله باقي باقي شوف خاي مومو هادو حنا غير مقبلات باقي الاغاني انت باقي اللي كاين تماك كحله جايه واعره ان شاء الله يا ربي تاري جايه واعره واعره بزاف بشرى عندي صباح الخير صباح النور شخبارك الحمد لله بارك الله فيك مرحبا بك مرحبا بوش راه ديجا اتصلت 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 والحمد لله شبر دابا معايا الخط مرحبا مرحبا تهضري مع شوقي اسمع قدري معاه واخا سيدي شكرا بزاف مرحبا لاله بشرى صباح الخير صباح النور كيفتينا لاباس احمد لاباس على خير الحمد لله كيفتينا مزيان الحمد لله ديالنا تينا الحمد لله انا من تطوان 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 تبارك الله ان شاء الله ديالك ديالك ربي يخليك ربي يخليك بارك الله فيك سمعت الاغنيه الاخريه ديالك عجبتني بزاف شكرا مصوره مزيونه كلمات مزيونين الله يحفظك ونتمنى لك كل خير ربي بالتوفيق ان شاء الله بيكم باش انا كنتنفس وعايش وكنخدم والله شكرا وشكرا بارك الله فيك شكرا والله. بزاف ديجا سمعت البروبليم وربي يفتح عليك ويفرج عليك امين امين ويعني اي واحد تهضو من هذا كدوز عليه هذه المسائل هذه عادي عادي هادشي اللي كاين هنا للاسف الشهره ديالنا اللي كتخلي الامور انها تكبر اكثر بالعكس الانسان ناجح في حياته وديك الشيء راه نورمال كيوقعوا له هاد المسائل بحال هادو الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله واخا شكرا بزاف وربي يعاونك امين شكرا بزاف الله يحفظك شكرا لك تبارك الله شكرا مومو نهارك مبروك شكرا ويلا يلا انساها يلا يلا انساها وما تهضرش معاها وما تقربش مع حدا شنو تقولوا لاحمد الشوقي على كل شيء على كل شيء على زعما عامه اش بتقول زوي احمد الشوقي رئيس احمد الشوقي اللي كيعجبني فيه سي كو اودلا دو فات كو هو مغني فنان دونك كنحسو كيدير ان ميتي ان ريال ميتي كي بران سون ميتي او سيريو كاين طبيب كاين انجينير وكاين مغني بحال اللي كيدير احمد الشوقي اي لو فات انه خرج لي دو شونسون Ça m'a pas dérangé personnellement en tant que quelqu'un qui a dit YouTube et tout, parce que c'était la justice à la plus forte, la chanson la plus forte. Il y a les là, effectivement, c'est ce qu'on a vu. C'était une belle découverte à la Kabel Omar, parce que je suis partie voir ce qu'on a vu, ce serait voir le légal moment, tellement qu'il y a une mzienne et tout. Donc, la chanson à un autre degré, avec le défi, le duel des deux chansons. احنا ما مولفينش بحال هكا اننا ناخذوا من تو لي غو من تو لي ريجستر وكل واحد كياخذ اللي بغى فحال اللي قلت شوقي كو سوسوا اليوم على حسب الانترفيو ديال اليوم ولا ايور il démontre beaucoup de professionnalisme في الخدمه ديالو et il prend son métier au sérieux ماشي غير كيغني ولكن il exerce un métier bienvenue à tous dans cette présentation TEDx TEDx Rabat TEDx Rabat en direct des studios de Hit Radio pour ce TEDx cette présentation c'est une présentation de la conférence alors oui alors c'est quelqu'un qui a démontré de son professionnalisme on vous présente le grand chanteur Shawki bonjour Shawki yalla yalla insaha shukran entre parenthèses entre parenthèses T'as pas encore fermé la parenthèse. Là, on a fermé à d'abord. On a le test. Allez, toi, les tests qui me l'aient. Quand t'as le test, ça. Quel achat ? Bien sûr. Moi, je suis moqué, Wishkin. Vite fait. Le look d'Yel Ahmed Chouki, il est bien soigné, qui est bien soigné. Même il a ma kuntish katarf. Ahmed Chouki, à travers les chansons d'Yelo, katarf ou katarf, il a une photo ou une image ou la jihad. Ça, c'est un bon travail. Ah, bras à la dixie, ça me dit que c'est ça. Bras à la dixie, la blague. Efficace. دارت اذا زاد شي واحد الدين قبل الدين هادشي غير في عينك اصاحبي اذا زاد التعبير عن هذيك الغيره هاد اللعيبه ما فهمتهاش انا ديال واخا كتوش كتعرفوا كتلقى اللوك ديالو هذيك يفهموا غير الزويقه الناس اللي كيفهموا في الحاجه اختي غنمشي ندير شي فورماسيون باش نفهم اش كتقولي خصنا ندير شي فورماسيون هاتي اش بتقول انا اللي تعجبني في احمد هو الاصرار ديالو الاصرار ديالو الا تبعنا القصه ديالو من الاول ملي كيعاودها كيفاش دابز باش يوصل لواحد الحلم ديالو المراحل اللي داز منها ولو فات انا خرج جوج ديال الاغاني وجوج ديال لي فيديو كليب في نهار واحد جو بونس هذه اول مره تدار
وثانيا انت تبين على واحد الغزاره في الانتاج. يعني راه شحال من واحد يلا عنده يد ويسك ولا جوج وغادي يفرقهم على عام كامل وغادي يكون خلي بيناتهم واحد 6 شهور وهذا وكذا. يعني هذا تيبين بان عنده دي تيتخ بزاف. اللي تيعجبني انه ما تيبقاش كونطوني في واحد لو ميم ستيل, يعني تيقدر يدوز من لهنا 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 لهنا. لو ديو زوين بزاف حيت الموضوع جديد, ما عمرنا ما شفنا جوج ديال نقولوا ديال الدراري, واحد كبير وواحد صغير, وتيغنيو على نفس الموضوع وتي مثلا تيدابزوا على نفس البنت. دونك عجبني بزاف ولو تي تري 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 بون, موسيقى زوينه مبدله على هادشي اللي تنسمعوا دابا حاليا في المغرب. سي سا كي بيان, داك لو سون رومان ولا ديال البي د ليست ولا سميتو زوين بزاف. سي مانيفيك. او فوالا عجبني لو تيتخ بزاف ديال انساها. تبارك الله عليك, شكرا بزاف, بارك الله عليك, برافو. عجبني بزاف التيتخ الاخر ديالكم, واعر واعر واعر. الاغنيه الاغنيه جميله جدا مع عمر, سورتو ان الولد حنا ما كنعرفوش, وند احمد بالاسم ديالو نزل عند ولد صغير ودار معاه كليب وغادي يعاونو كثر باش يحقق الانتشار بعد على الاقل في العالم العربي. حتى بالنسبه للفنانه سيا ما كنعرفهاش, ولكن الاغنيه جميله جدا كتثبت زعما فريمون طلعتي لا باغ تري هو. بالنسبه للمشكل اللي وقع اللي عجبني انا بزاف هو لي فان ديالك كيفاش تعاملوا مع الامر, تالمون كيبغيوك تالمون تايقين فيك. كنشنو كنقرا؟ كنقرا باللي احمد شوقي دار لو واحد غيخرج جوج الاغاني, دار هذا البوز هذا, ولحقاش حنا ما يمكنناش نثيقوا عليه. هذا الشيء كاين اللي فما القضيه فوالا, هذا الشيء اللي وهذا الشيء كيبين ان الناس كيثقوا فيك وكيثقوا في اخلاقك وكيثقوا ان اللي كيهمهم هو احمد شوقي المغني, احمد شوقي الفنان. واليوم احسن رد هو الرد ديال مراتك لان هي المعنيه الاولى والاخيره بالامر. مزيان الانسان يتجاوز هاد المرحله هذه ويبقى مركز في الفن ديالو. انا داك النهار قلت برافو لاحمد شوقي لانه رغم واقع هذا المشكل مع بصح ولا ماشي بصح هذيك التفاصيل ديالك, ولكن اصر على انه يخرج الاغنيه ويفوت هذا الشيء فحال ما فحال عمره ما كان, ويركز في الفن ديالو. وهذا الشيء اصلا اللي خص الناس يهتموا به اكثر. الفنان سي فغي هو ماشي ملك لراسو, ولكن الابداع ديالو ملك الجماهير. دونك هما خصهم الجمهور عندهم الاغنيه ديال احمد شوقي فقط. سي فغي كيحاول بعض المرات شي حاجات كيأثروا شخصيا, ولكن الذكاء ديال الفنان هو اللي كيخليه يتجاوزها وكيخلي هذه المرحله تدوز ويدوز لحاجه اخرى ويركز على الابداع ديالو. دونك فوالا. بغيت نعطي تعليق على هذه القضيه, هو ان كنحاول ما امكن ان اي حاجه نيجاتيف كتمسني انا شخصيا كنحاول نرد عليها بشي حاجه بوزيتيف. انا هذا هو الدور ديالي في الحياه بحال الفلتر. انا نقول لك حاجه, هضره الناس عمرها ما كانت كتاثر عليا, لان من دائما كنت كنعاني من هادشي هذايا من هضره الناس, واللي كيبغي يحبطك اللي كيشوفك فاشل. انا امنت بواحد القصه زوينه بزاف ما كرهتش. ما خصك تسمع شويه دغيا عافاك صغيره. صغيره زوينه. واحد الفيلاج كان فيه واحد البير, ودائما في ما كينزل شي واحد ما كيقدرش يطلع لان امبوسيبل. واحد جوج اتليست ديك صحاحين جوج صحاب قالوا يلا نمشيو لديك الفيلاج باش نعملوا هاد التشالنج هذا. مشاو عملوا ديك التحدي, هبطوا لتحت, يلا بداو طالعين. ديك الناس ديال الفيلاج بقاو كيطلعوا عليهم مسوم حماق. والله لا طلعتوا, راه حتى واحد في التاريخ ديال العالم ما طلع من هاد البير هذايا. هما مسوم حماق امبوسيبل, راه خصكم سنوات ضوئيه. وصلوا النص, واحد صاحبه قال له عرفتي ما قدرتش نزيد اكثر, انزل. اخر بقى شاد يده طالع يدك دير كيما صاحبك. والله لا طلعت. وشي كيعمل شي كيضحك, واحد شويه يعمل طاطا وطلع. بقاو كيعملوا واو, عرفتي ديك فيرست, اول مره اول مره في التاريخ شي واحد كيتجاوز هذا الشيء هذايا, راك عظيم راك ما داهاش فيهم كاع. مشى في حاله. من بعد شنو غيكتشفوا؟ بانه السمك ما كيسمعش, ما اثروش كاع عليه. سو الانسان يامن بشي هاد الهضره خصو يسمع. يسمع شي حاجه اللي بنيه على النقد البناء. النقد البناء اجي قول لي بالحق انت ما كتفهمش في الحاجه وغتجي تفتيها حبيبي. حنا كنفهموا في كل شيء. مشي بعدك غافهم شويه في الميتي ديالي واجي وهضر معايا. يقول لي اوكي هاد الكلمه هادي علاش عملتيها؟ لان بصح ما عندها حتى شي معنى, ولا ما غيكونش عندها مستقبل في الوسط ديالنا لان محروق. ما حنا كنكريو ابداع في الساعه اللي كان فن تجريدي, راه حتى شي واحد ما كان كيامن به. من بعد نغزى العالم, سو الناس بقى كتصفق عليه وكيشريوه بالملايين. سو اعطيو فرصه للناس انها تبدع, لان الابداع ما عمره كان عنده الليميت. شي حاجه اللي هي كونية. كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة. وقفتش على حبيبي فهمتني شنو نوصل لك ياك. وقفتش على الفوت ديال بعضياتنا, راه كاملين بينا اغلاطي. دابا بغيت نخرج دابا مليار حاجة بوزيتيف غنخرجو, دابا بغيت نخرج مليار حاجة نيجاتيف غنخرجها. سوا اجي ندعموا بعضياتنا ونصفوا راه خرج شي حاجة ندفعوا بارك غادي الخنونة اللي خرجت دابا ساعة حق. الله يشافيك الله يشافيك الله يشافيك. ولا انا جيت على قبلك زعما فريمون. الله يرحم والديك شكرا بزاف. على قبل الناس اللي كيتسنسوا مي انا مريض هذه شحال هذه يوم كنجي كل نهار ما كاينش. واخا كنساري كنمشي
اخترت واحد الفعل جديد انا سميتو كنت كوما من فيعب لو فيعب كاو كنت كوما كنمشي كنت كوما كنمشي كنهبط داك النعاس مزيان ان شاء الله نكون اون فورم لغدلي واش واش بالنسبه لك هذا الشيء دابا واش تاثير سلبي ولا ايجابي لافير ديال هذيك خيتي هذيك السيده على الاغاني واش اثرت سلبيا ولا ايجابيا حيت كاين اللي صحاب لي تيزر ديال الاغاني كاين اللي ما صحابش ديزاني كاين اللي صحاب لي بغا واش اثرت سلبيا ولا ولا انا شنو نقول لك على حاجه لان انت كتبغيني بزاف وصاحبي عليا بزاف مرات كنت كتصل بيا كتقول لي ضروري خصنا نجاوب شي طريقه من الطرق انا ما عطيتش الموضوع اكثر من قيمته لان ضب الصح والله ما وصل بزاف واخا هما كانوا عاولين ان يعملوا شي بوز خاطر ما ديك عرفتي ديك شي حاجه تاع فعاليه كاين شي حوايج وقعوا بزاف لي زارتيست وقعوا لهم شي حوايج كبار وعاد ولاو كيخدموا مزيان فهمتيني سو انا بالنسبه لي مزيان سو بالنسبه لي انا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم راه هذه واحد شي تعمقتي فيها راه بصح كاينه في حياتنا نهيله اش اخبارك وي بونجور مومو اش اخبارك كيدايره بخير صح لاباس مرحبا بك لاباس الحمد لله كي درتو مع البرد كلشي بخير بدري مع شوقي وي بيان سور مالا نهيله صباح الخير سلام شوقي اش اخبارك ربي يخليك بغيت غير نقول لك اخاي فريمون برافو فيليسيتاسيون بور هاد لا شونسون الاخرانيه راك شنو نقول لك راك ديما طوب عندي فور موا بعدا فور مو ماري وراك ان شاء الله غادي تمشي ديما في تالق يا ربي امين ويخليكم يا ربي لبعضياتكم يا ربي يخليك اخاي الله يسر شكرا وينا الله يحفظك شكرا بزاف مروان خويا 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 اش اخبارك بخير صافا توفا بيان الله يحفظك انت يا كيداير الله يحفظك الله يطول لي عمرك كيداير انت شحال هادي صافي لونطو ما هضرتش معاك شي دوزون دابا انا موجود اخويا ترى مع شوقي هو كيسمعك الله يحفظك ميرسي بوكو سي شوقي مروان الحوديه صباح الخير صافا كلشي بخير الناس ديال تطوان عزازين علينا وطنجه عندي لا فامي تما كينات صافي بليزير الله يحفظك انتوما هما الناس زعما الراقيين ديال زعما اش نقول لك لا اله الا الله تبارك الله عليك الله يحفظك شكرا صافي بليزير دابا جينا انا والمدام والله الا شادين الطريق طالعين رباط على شي شغل وتنتصنطوا والله ما كذب عليك زعما بقينا تنضحكوا انا وياها قلت لها فوالا شوف زعما بزاف الناس كيوقعوا لهم في حال هاد المشاكل اللي كنتو كتهضروا عليهم قبيله هذا بنادم تيكون هاني ما عليه ما بيه تطيح عليه شي قنبوله ما نعرف الناس الحساد راك عارف قلت لها هو خرج جوج الاغاني تبارك الله وقع له حنا كنديروا شي حاجه شرينا 10 ربيه كتنوض شي مشكله والله خرجنا من العيب بالعيب اخويا والله الا بالله ولكن نقول لك اخي شوقي تبارك الله عليك راك من الفنانين زعما كاينات ماشي غير الكبار في المغرب ولكن في الوطن العربي صراحه والعالميه تبارك الله عليك الاغاني راقيه الكلمات زويونين موسيقى زعما صراحه تبارك الله عليك اخويا المدام حدايا تا هي راك تسلم عليك وكتسلم على المدام ديالك وصافي بليزير والله الا نهضروا معاك شوف وما تسوقش ليا البشر اخاي ديال الله شكرا مروان اخويا شكرا راح يشكر تبارك الله اخويا تبارك السماء شكرا اخويا درتي واحد لا فيديو ديال لامور كونتر لا فيولونس درتي على قبل المشاكل اللي وقعوا في المدارس ديال الضرب ولا فيولونس والعنف في المدارس الملخص ديال اياد السلام عليكم عليكم السلام شنو اسمك اسمي لينا شنو الحلم ديالك في المستقبل هذا تخرج من المدرسه كيفاش تخرج من المدرسه حتى شويه لينا عنده كنظن هادشي اللي سمعناه مع عند لينا يمكن صدمنا بزاف وخصو يخلينا نعمل وقفه تامل مع ذاتنا لاعاده تقدير اغلى هديه رزقنا بها الله هي وليداتنا من حقنا نستثمروا في مشاريع مادية اللي توفر لنا عيش كريم لنا ولوليداتنا واجب علينا نوفروا له أنشطة جمعوية اللي من خلالها يكتشف الحلم دياله ويآمن به احنا كلنا واجب علينا نكونوا آباء لكل الأطفال ونكونوا قدوة لهم لأنه أي سلوك كيشوفوه فينا في الصغر راه غادي يبدلونا به في المستقبل لا هادشي اللي درتي صوتي علاش هادشي علاش شرح لنا اول حاجه انا اثر فيا بزاف هذاك الشيء اللي شفت ما عرفتش هذا العنف اللي وصلنا له قوي بزاف واللي كيتجلى في بزاف المستويات ماشي هذوك يعني وما خفيه كان اعظم هذوك الفيديو اللي وصلنا راه شويه من بزاف اللي ما بانش واللي كيتجلى في اي متعه كنمشيو له سواء مع الناس كبارين ولا صغارين ولكن للاسف انك داش شتي الدراري صغارين وصل لهم هذا الفيروس هذا بالطريقه هذه القويه سو خصنا نعملوا شي رياكسيون سواء كنا فنانين اساتذه نشطاء في العمل الجمعوي ولا اسر ولا احنا كاملين بينا عندنا وليداتنا وكنا وليدات سو وباش نكونوا كنطمحوا للمستقبل افضل والمغرب افضل اول حاجه خصنا ماشي انفيستيو في الماتريال خصنا انفيستيو في شي حاجه اللي هي مهمه هي وليداتنا هما المستقبل سو
لا نوفيل جينيراسيون خصنا تطلع ماشي عامره غير بيوتيوب اللي فيه القتيل والدق ومن بعد وحنا خليه تماك صافي وانا قال سيده البورصه شني فيها ولا التليفون كنشاطي مع صاحبي ولا صاحبتي صون اللي مهم عندي هو هذا كنشوفو ونعتني به فحال شحال هنايا كانوا كيوقفوا لنا ابا كيمشي كتشوف بان كل شيء مسؤول الاب الجار هادشي بقينا كنفقدوا المعاني ديالو دابا سواء انا بغيت غنعمل واحد الفتيل واحد الشعله يعني الاولى باش غنستفز صحابي سواء الفنانين ولا الاعلاميين انهم اجي نتكونسونطراو شويه في الحاجات اللي حقيقيين ما بقاوش نديوها غير بعضياتنا اللي حنا كبرنا ولا طلعها عطاه باش درت انا عندك الفيديو درت انا من هاد الفكره هذه باش نبداها من الاول بواحد السرعه هو ان كنشكر بزاف واحد الاستاذ لونترينور ديالو سميتو الوليدي اللي هو تطوان عنده واحد الجمعيه كبيره فيها اطفال كيربيهم عرفتي استاذ رائع وفحال نقول لك بودا كيربيهم عمله رخيو راسكم وتعلموا بوزيتيف وما تاثر وتلاقاه تشوفوا غير كيضحكوا بابتسام سوق قال لي اجي غتصور مع وليداتك كتجري وداك الشيء وماشي يفرحوا وما دائما كيغنيوا اغاني ديالي في الكار كيكونوا في الرحلات قلت له مزيان عجبتني الفكره ديفلوبيتها قلت هذا الشيء هذا خص ضروري نهضروا عليه بهذه الطريقه كاين وليدات صغارين راه هذا الشيء غياثر على الناس سو كانوا بزاف الناس منهم واحد صاحبي منتصر اللي كيعرفوا سي خالد القطبي صاحبي بزاف دعمنا في الفكره دعمونا الناس ديال المسؤولين في تطوان وزاره التربيه الوطنيه ولكن الاهم من هذا الشيء هذا كان وصلنا لواحد المستوى ان شكون غيصورنا هذا الشيء راه هذا انفستيسمون كبير ما بغيتش نخرج ديك الفيديو ديال التليفون ولا شي حاجه لان فيديو تاعي ما فيهش البيزنس سو غنحكروها بالعكس عطيت له اعلى قيمه الحمد لله اللي عاونوا في هادشي هذا هما صحابي سيدي انا التتاري وامين احرم اللي هما معنا دابا واللي صراحه الله انفيستو من جهدهم ومن وقتهم وفلوسهم الماكسيموم باش يطلع كواليتي ديالو عاليه بزاف ودليل هذا هو ان الفيديو بصح لقى استحسان كبير مي للاسف وكنعاود كنزل منا تحت منا 20 خط احمر هو علاش الاعلام ديالنا ما كيعطيش قيمه لهاد الاعمال التوعويه والتحسيسيه اللي بصح انا في غير انا هادشي هذا انا بالنسبه لي شنو دخل لي شي حاجه شو كنتي كتسنى وما وقعش شو كنتي باغي وقعش كنتسنى شويه التلفازه ديالنا تعطينا هذا تعطي له قيمه يبان لا اش ما خبروش صيفط لهم سيغ حنا كنصيفطهم كل شيء اول حاجه راه كنتصل بالاعلاميين اسماء منور اللي عجبتني هي اللي قالت لي هذه القضيه هذه قالت لي شوف بصح حنا الاعلام الهادف دابا خصو يركز شويه في هادشي لان هذا هو المستقبل كتشوف المصريين ولا اللبنانيين ولا في العالم كامل دائما فيديو كيداروا واش كيداروا كاين كيداروا تحسيسيه وهذاك الشيء بالحق خصنا نعطيو لهم شويه لا دوز كثر لان سينو حنا شنو كنشوفوا ولد كيضرب استاذ كيضرب بزاف كثر سو خصنا نعطيو لهم شي حاجه وكنستغل هذه الفرصه كنشكر بزاف كلوب سيتيس لانهم بصح عطاو الماكسيموم ديالهم بانه الله يكون بخير باقي حوايج اخرى يجيو باقي فيديوهات اخرين بحال هكذا يجيو ديما هذا هو الاساس هذا هو الهدف وهذه الرساله ديالنا في الحياه لا مزيان الله يكون بالخير يلا يلا انساها حيت كيقول لك دير خير ونساها ونساها يلا يلا انساها كيسونا غينسا لا سينا احمد شوقي اللي عمرك تنساها وعلاش لا سينا اللي دوزتي غنيتي فيها ايبيسا عملت فيها واحد السهره خياليه كنت العربي الوحيد اللي غنى تماك في بريفيليج اللي هي مع سوبر مارشي كانت واحد السهره خياليه وحسيت براسي عرفتي اول مره كنحس براسي كنعمل واحد الشو هادشي شي 3 سنين دابا ديك الشو انترناشونال حسيت براسي شويه انريكي غليسياس غير ديك الساعه من بعد هو رجعت الحقيقه شغل خليك احمد شوقي حسيت براسك احمد شوقي رجعت احمد شوقي عادي البارح كنت كناكل كامبوني مالوبيا عادي شغنيتي غنيت تايم فور لايف كانت يلا خرجت وكانوا مع رضوان في واحد الطوموبيل وسمعوها قالوا له هذا ارتيست ديالك اش ريكي مارتين مع ديك الساوند كان مزيون هيدا لمسات الجميله لرضوان سو حمقوا عليها قالوا لي ضروري ما تجي كان عندي الشرف كبير انني نكون عربي كيغني في ديك المطعه اللي جات له ليدي غاغا وريكي غليسياس وايكون واحد منهم احمد شوقي سو هذا فخر لي برافو لا سي اللي دوزتها وما بغيت نساها صراحة الله والله باقي ما جاتش ما تفللش علي الله يرحم والدين مازال ما جاتش هذه بالعكس ما كانتش شي سنة مدوسة مرونة لا والو بالعكس دائما والله إلا كنحس بالحب ديال الناس سواء غنيت مزيان ولا ما غنيتش مزيان كنحس بواحد الحب ديال الناس كيتعاطفوا معك عرفتي كيشوفوا فيك شي حاجة لله سو هذاك هو السر ديالي أنا ماشي الغناء بالنسبة لي كلشي كيعرف يغني السر الإلهي كيوضعوا ربي في الناس اللي كيبغيهم احمد شوقي الملاقي اللي عمرك تنسى شكون اللي تلاقي سيدنا نهار الوسام داك الشيء واحد الاحساس اللي باقي كل مره كنستحضر وكنتبورش لان حقيقه واحد الانسان عظيم بزاف والاهتمام ديالو هو اللي كيخلينا نكملوا في هذا المجال رغم صعوبه ظروفه محنه الحياه اللي عمرك تنساها
هما بزاف المحن بزاف المحن، ولكن الصعب هو ان النهار الاولي اللي مشيت لاسبانيا كان واحد السيد هو اللي كان كيجي للدار ديالي، الوالده كانت كتهلا فيه بزاف الاسانه نطلع. مشيت حارق ماشي حارق، مشيت الفيزا من بعد حرقتها، ماشي طلعت في الباطيره استاذ الله يرضى عليك حارق وكتكيل الك وكي مشيتي معول زعما؟ لا معول جايب شنطه، ماشي ثلاث ايام وانا جايب شنطه ماريو صاحبي هز معايا كتسمى غادي حار عادي غادي غادي معول واحد النهار غتبقى تكون بدل العتبه وجرب وعرف القيمه بلادك فهمتيني. حنا مشينا تما حنا رجعنا عرفتي بقينا كنعطيو الفالور والله يصوب لهم ان شاء الله يصوب لهم. ها مشيت تماك وديك السيد اللي مشيت لعنده نهار الاولي اللي غندخل تماك كان كيخرج كيمشي للخدمه كيشد عليا بالساروت حاسس بواحد الحقره ما عرفتي واش انا سد عليك في الدار في الدار ما عرفتش واش نسرق له تماك عنده جوج دراهم ديال الاتات ما عرفتش كنسحب له نطلع معاه فيهم. عمرك تلاقيتي معاه بعد هذا السيد هذا؟ لا انا اللي تلاقيت لي زوين هو واحد السيد اخر كنت مشيت عنده تنسيطرت لي عنده خالتي مشيت لبرشلونه كنت واحد جاي طراكونه مشيت عنده برشلونه مشيت عاود تجوز عليا تكرفي صرفتي واحد النهار كنا كناكلوا هذا العدس وحقرني واحد الحقره عرفتي ديك وانا كنضحك مع الدراري كنقول له تجوز الواقع فهمتيني بالضحك وانا شويه كان مش على ساعه اوفر دوز في الضحك وساعه ساعه الناس ما كيتقبلوهاش واخا تكون نيتي مزيانه وفهمتي اثر عليا بزاف بقى داك الشيء عرفتي من العلامات اللي كنعمل لك هيدا كتبقى فيك داز الوقت واحد النهار رجع عندي واحد السهره في برشلونه وطلع هيدا وهو عرفتي ديك فيرست كلاس حققت الحلم وانا تلاقيت السيد شوقي اهلا وتبصح على نختو لان دار فيا بليزير دار فيا خير وجرحني بالحق المهم على الاقل جبرت وين نسكن وناكل فهمتيني. قال لي تبارك الله وباقي لا بالحق اللي زوين هو باقي كيهضر بنفس ديك الشخصيه شحال هذه ديك عرفتي ديك تبارك الله عليك نجحتي مزيان مزيان برافو لا برافو شكرا ربي يخليك عرفتي كنهضر معاه بحال ديك السيد الاولي اللي كان جا عنده كيطلب منه. قال لي واحد السيد معايا خدام قلت له هذا كان كيسكن معايا في الدار وما تاقش بيا عاوز ندير شي تصويره الله عافاك قلت له اش من تصويره قلت له نعدلو فيديو هضر مع ديك فيديو قلت له فلان قلت له هذا السيد هذا هو كان السبب الخير ديالي في هذه الحياه هذا واحترمه بزاف لان هذا السيد محترم جدا وشكرا بزاف. حسيت براسي عملت شي حاجه زوينه فهمتني الزقله الخطا اللي درتي في حياتك وعمرك تنساها. الزقلة اللي درتها في حياتي ونساها هو سقطت في سيزياماني اول مره غنسقط عرفتي ديك الاحساس عرفتي ديك كاين شي خطا واحد اخر ديال بصح ما كنعقلش هذه مشكله وانا دابا كنفكر غير في اللي ما جي. واخا سيدي الله يكون بخير. الاغنيه اللي غنيتها عمرك تنساها كاينه ولا ما كايناش؟ اه هذيك عقل الاستور ديالها فيها شي حاجه هذيك فيها شي حاجه عجيبه الكليب ما تصوبش لها هذيك تلمو هي قويه فهمتيني عرفتي بحال ديك اللوحه الفنيه اللي ما محتاجاش صافي يا سلام واعره هذه بزاف تا واحد ما باغي بنت قبل منه عرفات ومع غيره خرجات كاينه ولا ما كايناش الدريه حتى هي ما ترضى تكون ضحيه تقول حبيبه باسميه كاينه ولا ما كايناش. شكرا الشوقي شكرا لك اخويا غنساليو اه بلاتي اخي انا جبت معايا الدراري باش يبريزونتو راسهم شويه هضرنا على بروجي خصني نسولهم راك هضرت عليهم لا خصني نهضرو حتى هما انا جايبهم حتى هنا مساكن مصفرين معايا وداك الشيء يا سيدي امين اجي قرب حدايا سيدي انس قرب لهم الميكرو هيدا هذيك عرفتي مرحبا تفضلوا مرحبا هادو الناس والله الا الشكر الجزيل ما عرفناش شكون هما زعما غير هادو الناس اللي عملوا لي نقول لك حاجه نقول لك حاجه لا دير لهم هكا غتندم على هذه القضيه علاش؟ حيت السميه ديالك مومو اوفيسيال بوان كوم ومومو بصفيحه بوان كوم عند هذا السيد هذا انا ما طلبت منكم حتى شي حاجه انايا وهما عملوها لامور انا مو مرحبا الحب مرحبا اخويا مرحبا راك قدمت شي وضو قلت كاين امين كاين انس هما يخدموا معاك على الفيديو ديال حتى هما عندهم السيد ديالي خدموا السيد ديالي وما عندهم حتى شركه كبيره زعما انيفو كبير تبارك الله كيخدموا كيعملوا دي فيديو كيعملوا بواد دو برودكسيون المسائل وداك الشيء كامل. فيتور بواد دو برودكسيون ان شاء الله. تخي بيان. ودابا اون ترافاي سور لا كوميونيكاسيون دو ا ا زد. تخي بيان. وخدمنا معاه حتى لي كوفر ديال اغنيه ديال انساها. انساها. تخي بيان. وشاك مرسوما وسينتي وخدمنا تقريبا دابا الايماج ديال شاو. غير الكوفر كيخرج انساها. عملوا كامل كل شيء زعما اي حاجه. كوفر يعني الفوتو. لا فوتو صاحبي خصو كوفر ديال كوفر الاغنيه يعني الله يكرمك بخير اخويا صباح الخير الله يكرمك بخير شكرا يعني ما شاء الله
نتوما اللي غاتكلفوا به ان شاء الله. نتوما اللي غادي لي كونسي مولا يتكلفوا به كيف ايماج ايماج وي ايماج وي اون با سواني ليماج بون ليماج ليماج ديالو حنا اون با سواني ليماج تخبي صافي انا يز قلت لكم ليماج راه كي كلشي قلت لك واخا الناس ما كيعرفوش كيعقلوا ليماج ديالو دابا حنايا اه باش تكون الجمله هذه خصك تكون واصل واحد النيفو بعيد نطمنوا هذا واخا ما تكونش عارف ليماج ديالو راك غتعقل عليه نطمنوها هي في ايدي امين صافي الله يكون بالخير اخويا شكرا انا فاهمين بون نديرو كليب دابا شويه باش نديرو فيرسون لا نديرو فيرسون كليب يلا يلا انساها انساها غنديرو غنديرو الكليب دير الدري صغير انت انا ندير الدري صغير دونك خاصين سي بون لكن الدراري اللي كيطوالوا بلا قياس كاين مشكل بغيتي ندير انا وعمر عمر اصلا كتفادوا شويه لاحظتي كاين شويه الشباب سبحان الله غزيو لك وليد فنيون وكيحمق مراكش بزاف وكيعزف بزاف الالات فراسك الموسيقي حقيقي ماشي سلام لي سلام سلام العمر شكرا احمد شوقي شكرا اخويا